فعايزين نشوف مثلا امثله من اللي هي بتمارس مثلا داخل التنظيمات الدينيه. التنظيمات الدينيه سواء تنظيمات دينيه او سياسيه بتتبع اسلوب محدد. هو اول حاجه يعني له مراحل تفكيك نفسي. مرحله التفكيك النفسي الاولانيه اللي هو مرحله ازاي انا اوصل الناس، يعني اول حاجه لازم تشدهم بحاجه عاطفيه زي فكره الدين، فكره العداله الاجتماعيه. كل الناس طبعا تحب الدين، كل الناس محتاجه العداله الاجتماعيه، كل الناس محتاجه كذا، تشدهم بالمثل العليا. اوكي، فانت تقوم مجمع الناس دي عن طريق مثل عليا قوي، تبتدي ان انت تلعب على العواطف دي بحيث يعني الناس دي تتشد الاول. اوكي، تبتدي ان انت تدخل الناس ديت في نظام اللي هو يحسسهم بالذنب الداخلي. انت لازم تغير، انت بينتهك الدين، انت بينتهك البلد، انت كذا انت كذا، فتحسسهم بخلاص انت اللي هو انجذبت عاطفيا للموضوع. بيبقى في سيستم ان انت بتعرض الناس دي، لما تاخدهم مثلا في معسكرات ان انت هتاخدوا دروس دينيه مثلا متواليه، هتاخدوا، المهم ان انت تعرضهم لحاله من الانهاك. يعني لازم تحرص على انك انت تعرضهم لحاله من الانهاك. بعد اسلوب معين من الانهاك، ان انت تبعده عن مجتمعه، تبعده عن كذا، تدخله بس بعد اللي هو عمليه الجذب العاطفي اللي في الاول، تبتدي انك انت تعرضه لانهاك، يبقى محروم من حاجات معينه، تعرضه لنوع من الحرمان معين، حرمان من الراحه، حرمان من الاتصال بس بتاع كذا كذا بتاعته اللي كان فيها. في الاخر لازم تقوم موصله انك انت تعرض عليه حاجه صادمه جدا، زي مثلا ان انت ايه توريه مثلا حد بينتهك الدين ده وضرب حد مثلا، تعرض عليه افلام متفبركة، تعرض عليه حدث صادم، تعرض عليه كذا. العلماء النفس عارفين ان حاله التفكيك النفسي دي بتوصل عقل الانسان ان هو يفقد الارتباط بالذكريات بتاعته، بالعادات بتاعته، بيبقى زي الصفحه البيضاء اللي انت ممكن ان انت تعيد برمجه الوعي فيها. وإعادة برمجة الوعي بقى في المرحلة الثانية لها أسلوب متخصص، إن أنت تبتدي إن أنت تديله فكرة إيحائية، تبتدي بقى تقعد تشتغله على الفكرة الإيحائية دي وترددها ترددها ترددها، زي مثلا ما قلنا مثلا زي ما أنت تاخد حد مثلا في جماعة دينية، تبتدي أنت عزلته عن المجتمع، شديته بفكرة عاطفة، تبتدي إن أنت تعمل له حلحلة نفسية أو إن أنت بتعمل له تفكيك نفسي، ابتدى إن هو خلاص يبقى صفحة بيضة معاك. بعد صفحة البيضة دي تدخل له أفكار إيحائية إن أنت كده أنت بتجاهد في سبيل الله، أنت كده أنت ليك الجنة، أنت ليك كذا، خلاص هو طالما بقى صفحة بيضة بيبتدي يستمع للأفكار الإيحائية، بيبتدي بإعادة الترتيب بتاعها، وبإن هو بيعمل لك وسط حواليك إن هم الأفكارهم صح المسيطرة، يعني فكرة المسيطر وأنت الضحية. فيبتدي إن هو بعد ما عمل لك خلخلة في، وده اللي هم خبراء علم النفس عارفين ان انت بعد عمليه اللي هي التفكيك النفسي في الاول، بتكون الخلايا بتاعه العقل اللاواعي عايزه اعاده برمجه، يعني قابله لاعاده البرمجه بسيستم خاص، يعني سيستم تاني خالص غير البرمجه بتاعه طول حياتها. فمن هنا ان انت بتبتدي الناس ديت، وبعدين تحرص بقى على انك انت تعزلهم عن الطرف الاخر اللي ممكن يغذيهم خلال الفتره دي بمعلومات معينه. بالفتره بيبتدي يبقى هذا الطرف اللي انت استحوذت عليه، ده بتبقى عملية استحواذ، يبقى هذا الطرف خلاص معادي للطرف الآخر، أو شايف الطرف الآخر إن هو العدو، وشايف إن هو في منهج اللي هو أملي عليه، إن هو في طريق الصح، إن هو كده أنا في طريق الجهاد، أنا في طريق الجهاد، أنا في طريق الجهاد، أوكي أنا بعمل الصح، الطرف الآخر هو المعادي، هو مش معايا في طريق الصح، يبقى هو العدو. وفي نفس الوقت عايز يمارس على الطرف الآخر برضه بصور معينة، انت بتشتغل على العدالة في الدولة، انت كذا كذا كذا، وبعدين ايه، روح عشان الدولة ديت تحقق هذه العدالة لازم تسقط كل هذه المؤسسات الفاسدة، لان هذه المؤسسات هي اللي تحمي فساد الدولة. يوم بعد ما خلاص استحوذ عليك يوم وجهك اسقط الدعائم بتاعت الدولة، يبتدي انت بقى ايه تدخل الطرفين دول مع بعض. طبعا يعني انا لا اقول مثلا، طبعا احنا يعني زي ما نقول الصح واضح والكويس واضح، لكن انا بقول على الناس بقى اللي هي بتدخل تشعل بقى في الوسط، اللي هي تشعل بقى الفتنة اللي هو عشان تتؤدي لنفس الهدف بتاعك في الآخر، هدف التقسيم. انت عايز ايه من مصر؟ انت عايز تفتتها داخليا وعايز تقسمها، يعني فاهمني حضرتك، انت عايز تفتتها وعايز تقسمها، فانت كده انت بتستعجل زي بقى ان انت تقوم مدخل
اطراف اخرى هنتكلم عنها مثلا. يعني انا عايزه اتطرق برضو لحاجه، يعني مثلا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على البلاك ووتر بتعمل حرب عصابات بتاع، لكن في حاجه مثلا مهمه جدا الناس مش واخده بالها منها. في اولا شركات كتير للارتزاق، الشركات دي ممكن نفتح لها مثلا موضوع تاني، لكن انا اللي يهمني هنا في فرقه محدده مثلا اسمها بي 2 او جي، دي اسمها الفئران القارضه. الفريق بي 2 او جي، بي 2 او جي، الفرقه دي مدربه من زمان، ودي تعمل تحت امره البنتاغون دايركت، يعني على طول مباشره تحت امره البنتاغون. الفرقه دي فرقه الفئران القارضه دي تدربت على قياده اكثر العمليات الداخليه في الدول التي سيتم اختراقها، يعني القاذورات اللي احنا بنشوفها وبتلصق ومهمتها بقى ان هي تقوم داخله معاها مساعدات تانية من الحرب الاعلاميه اللي تلصق لك هذا في كذا، تلصق لك الكلام ده في كذا. من ضمن الحاجات اللي هي متدربه عليها دي وتدريباتهم عمليات الذبح، عمليات القتل الهمجيه، عمليات التمثيل بالجثث، عمليات الاغتصاب الجماعي، عمليات حاجات كتير جدا. انت تشوف مثلا زي الحاجات اللي احنا شفناها غريبه جدا في الفتره اللي فاتت، شوف جثث متقطعه، حاجات دمويه، قصد مثلا ان انت تجيب مثلا ده بيدوس على واحد ميت، دم كتير سايل، اغتصابات، اي حاجه بقى في 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 استغلال الجموع ان انت تلصقها بالطرف الفلاني. دول مهمتهم كده بس، يدخل معاها بقى التوافق معاها. طيب دول حرب اعلاميه. طيب يدخل معاها كذا. طيب ده دلوقتي لغايه دلوقتي في حاجات يمكن ان يقول انها دخلت عندنا ان احنا اخترقنا فيها، وفي حاجات يمكن القول انها لسه ما وصلتش وربنا ما يجيبها. يعني ايه اللي خلاص احنا متفقين ان المنطقه كلها بتتعرض لخطر ما منظم ومرتب ومحدد ومبرمج وماشي وممنهج. العراق وقع، سوريا فيها، ليبيا حصل فيها كذا، السودان عندها مشاكلها، عندنا مشكله في نطلع على الصومال من فوق، هنطلع مش عارف ايه، فبتتحاوط كلها. في حالات دخلت عن ايه اللي هي في الحرب العقليه او في السيطره على العقول النهارده، ايه اللي عندنا، ايه اللي ممكن يكون دخل لنا، ايه اللي ممكن يكون احنا بقى احنا عايزين نشوف ايه اللي مسنا في هذا الموضوع. انا عايزه برضه اقول على بس انا عايز قبل ما ده بس عايز ارجع تاني، بس عندي مجموعه اخبار كده يا اميره والنبي ورينا الصوره من بره. النهارده في من عند الاتحاديه، في النهارده في بعض المتظاهرين بياكدوا نيتهم على الاعتصام امام الاتحاديه. كان النهارده الكلام من الناس، الاغلبيه الناس بتتكلم بتقول ان ذهبون الاتحاديه بيقول استمرار، بيقول المرسل استمراركم في العناد يزيد تاكل شريعتكم. اكدت هذه القوه في بيان وقع عليه 19 حزب وحركه سياسيه بعنوان يسقط الاعلان الدستوري المستبد يسقط دستور الاخوان المشوه، انها لا تزال القوه الوطنيه بقى لا تزال متمسكه، ال 19 حزب لا تزال متمسكه بموقفها الواضح من رفض الاعلان الغير دستوري الذي اظهره الدكتور محمد مرسي، وترفض دعواته للاستفتاء على الدستور المشوه صنعه طرف واحد رغما عن الاراده الوطنيه والسياسيه والشعبيه التي اسقطت شرعيه هذه معي سياسيا وشعبيا. ده الوضع. الصوره دي دلوقتي، الصوره دي حاليا من هناك من عند الاتحاديه، هذا هو الموقف النهارده عند الاتحاديه. نشوف نقدر الساعه كام، ايه اللي لسه لغايه دلوقتي ما باينش، قال لهم هيعتصموا هيقعدوا هيبقى هي الرساله، بعتوا رساله النهارده على اعتبار ان يبقى في حاجه ثانيه. ده اللي حصل لغايه دلوقتي، ما فيش اخبار او اي ردود فعل رسميه من الحكومه او من الدوله او من قصر الرئاسه. هذا هو الموقف اللي موجود قدام الاتحادية. نرجع للموضوع، أنا كنت بتكلم بقول لحضرتك. طيب نطلع فاصل وبعدين نرجع للموضوع.